الصابرين والصابرات، الحاضرين والحاضرات، المسيرة التاريخية اللي الحمد لله عرفت واحد النجاح باهر، مسيرة الخميس 4 يناير 2024. إذا 2024 استهليناها صراحة بواحد المسيرة ما كناش كنتوقعوها صراحة. كنا كنقولوا الرمزية ديال المسيرة ديال 5 أكتوبر و7 نوفمبر 2023 خصها تبقى، كان عندنا الرهان وأنها تكون مماثلة لهذه الوقفة الأخيرة ديال 7 نوفمبر. ساعة الحمد لله تفاجأ الجميع، كل شيء تفاجأ بهذاك النجاح الباهر، ولا من حيث الكيف ولا من حيث الكم. من حيث الكم صراحة يعني تقاطر المناضلون والمناضلات من جميع مدن المغرب، كنحييهم بهذه المناسبة صراحة. من كتلقى أستاذات الدرجة الأولى عاد ندوز عند الأساتذة، يعني كنلقى أستاذات وإداريات، وكنتكلم على أستاذات يعني كاين متقاعدات وكاين مزاولات، يعني سمحوا في وليداتهم، سمحوا في التربية ديالهم، كاين اللي كترضع ولدها سمحات فيه، كاين اللي عندها التربية، كاين اللي عندها ولد عنده 4 سنين، كاين اللي باقي عاد في السنة الأولى ابتدائي. يعني داكشي اللي سمعنا اليوم زعما صراحة كيفرح او ميم طو كيألم، كيفرح لأن الناس آمنوا بالقضية ديالهم وكان عندهم واحد الإصرار كبير أنهم يوصلوا واحد الرسالة للوزارة تاع التربية الوطنية، هي اللي غادي نشرحوها اليوم اش من رسالة بغاو يوصلوا. وكذلك كاين أستاذات اللي مقابلين والديهم، كاين اللي مقابلة أمها وسمحت فيها، وكاين اللي جاية مريضة، كاين اللي طايحة مريضة بهاد لا غريب وجاية وكذاك، وقالت لك واخا نجي على الكروزة واخا نجيب العكاز وما نخليش بلاصتي خاوية، ما نقولش أنا ماشي مشكل ما نحضرش، أنا واخا ما نحضرش راه ديجا حضرت في الوقفة اللي فاتت، ولا تالا ما حضرتش حقها راه غادي تنوب عليا الزميله ديالي ولا الزميل ديالي. لا، هاد اللغه ما بقيناش كنسمعوها، وصراحه هذا الشيء فرحنا بشكل كبير. كيفاش اننا وصلنا لهذا المستوى ديال الوعي عند الاساتذه والاستاذات، وكذلك من الاداريين والاداريات والمتقاعدين والمزاولين. اذا الرساله اللي بغى يوصلوا هاد الناس كانت واضحه، هو ان النقابات اللي وقعات ماشي هي اللي دعت الاضرابات، والنقابات اللي وقعت ماشي هي اللي حقات لنا هاد المكاسب، والنقابات اللي وقعت ما حلتش لنا المشاكل ديالنا، والنقابات اللي وقعت ما عرفناش اصلا فين كانوا، واش فعلا كانوا في شي دوله اخرى بحكم انهم مثلا متفرغين بين قوسين، ولا ربما متقاعدين، ولا نعمي كما قلت لك كاين متفرغين اللي كيحترموا نفسهم وكيأديوا المهام ديالهم وسط البلاد، وما عرفناش واش هاد الناس ما كانوش معانا فعلا في البلاد وكانوا في شي دوله اخرى، وعاد جاو كيستدعيوهم نهار اجتماع وكيقولوا ما يجيو يحلوا المشاكل، وبالتالي ما عارفينش الفئه اللي في الميدان كيمشيو يحلوا مشاكل تاع الفئات اللي كيعنيوهم هما، وكما شرحت في تصريحات اخرى يعني الفئات اللي كتصوت عليهم في انتخابات باش يبقاو في لجنه تسويه الاعضاء ويبقاو محتفظين على الكراسي. اذا الرساله اللي جاي يوصلوا بان حتى النقابة الأخيرة اللي وقعت والتحقت بالنقابات الأربع وكانت تروج بأنها صاحبة المبادرة لهاد الاحتجاجات وبأنها هي صاحبة الفكرة، احنا كنوصلوا لها بأن ماشي الفكرة ديالها، الفكرة كانت ديال التنسيقيات أخرى اللي ذكرتها، تنسيق النصر اللي كانت كتقودو التنسيقية الوطنية المقصيات من خارج سلم، وبالتالي هي فعلا بادرت، ولكن الطريقه باش تعاملت معنا في الاخير كانت كمبادره للتسميه ديال التنسيق، وما كنكروش هذا الشيء، كنا دائما كنهزوا بها ودائما كندافعوا عليها انطلاقا من الايمان ديالنا بانها كانت نقابه ممانعه، ولكن للاسف الحقيقه راه عرفها دابا الجميع. اذا الرساله وصلت للجميع بان الشغيله التعليميه والفئات الاداريه المتضرره المزاولة والمتقاعدة ما تحلاتش لها مشاكلها، ثلاثة الاتفاقات في ظرف سنة واحدة، في ظرف سنة وما حلاتش لهم المشاكل ديالهم، وبالتالي بدينا 2024 بعنوان آخر، هو أن النقابات حاليا لا تمثلنا، وبالتالي القرار غادي يكون بيد الشغيلة التعليمية
وبيد الشغيلة الإدارية وبيد الشغيلة المزاولة والمتقاعدة. إذن كنأكدوا على مسألة واحدة، هو أن الكيف اللي غادي نتكلموا عليه دابا هضرنا من ناحية الكم، دابا الكيف يعني انبهرنا بدرجة التفاهم زعما صراحة ما عمري ما شفتو بعدا صراحة. كنت نحضر المجموعة من المسيرات وكنلقى واحد شنعان ولا مثلا شي سوء تفاهمات بين مثلا واحد مكون واحد مكون، كيكون شي سوء تفاهم بسيط. اليوم ما كانش هادشي، ما شفناهش نهائيا. شفنا العناق والسلام المتبادل وتبادل التحايا، ولو سوء تفاهم واحد شفناه، كل شيء حس براسه بأنه يد واحدة. إذا الناس اللي كانت كتنتظر بأن لخرجت النقابة غيحبس هاد الشيء، للأسف نكيزو لمدة يومين أو ثلاث أيام، والقواعد كتنتظر البرنامج النضالي شنو غنديرو. وعدناهم الحمد لله في واحد الصريح في قناة إعلامية أخرى، وعدتهم بأن إن شاء الله غادي تكون برنامج نضالي موحد بين التنسيق الوطني قطاع التعليم وبين التنسيقية الموحدة وأطر الدعم وكذلك التنسيقية الثانوية التأهيلي. والحمد لله ما خلفناش الوعد بفضل المجهودات تاع مجموعة من الناس اللي صراحة تصدوا لواحد الحملة شرسة، حملة ممنهجة. أكيد أن النقابة من التحقت كان عندهم ربما الرهان أنهم يحاولوا يفشلوا المعارك المقبلة، والرهان هو أن الوزارة مدام وقعوا معها وقالوا لها صافي غادي نعلقوا الإضراب، إذا الإضراب مخصوش يبقى بأي طريقة. إذا مجموعة من المؤسسات حاولوا اختراقها وحاولوا أنهم يبتوا الطاقة السلبية، حاولوا أنهم يجيبوا نسب وهمية للمشاركة في الإضرابات، حاولوا أنهم يجيبوا نسب وهمية الناس الملتحقين بالمؤسسات. وهذه الطريقة كان دارها صراحة النقابات الأربعة منذ بداية شهر أكتوبر، ولكن بأت بالفشل. النقابة الأخرى بغات تجرب، قالت أوكي أنا ربما عندي طريقة خاصة بي، للأسف القواعد ديالها أحرجوا. كان قواعد كثيرة من اللي كنحتارموهم صراحة وما مشاوش في هذا السياق، باقي حاليا وما عجبهمش الحال وفعلا منسجمين مع نفسهم وكيقولوا بان هذا الشيء ماشي هو هذاك. كيفاش ان الناس خارجه وكتطالب بحقوقها وما خدات حتى حق الى حد الساعه، نجيو نقولوا لهم رجعوا وحكار غضربوا الحيط وكذا وكذا وكذا، وهذيك اللغه للاسف الغير مقبوله اللي ما عمرنا ما سمعناها من النقابات فعلا اللي كانت ممانعه. اليوم الخميس 4 يناير وصلنا لواحد النتيجة، هو أننا متشبتين بالحقوق ديالنا المغتصبة، متشبتين بالاتفاقات الملزمة للحكومة والاتفاقات الملزمة للوزارة، لأننا لا نتكلم من فراغ. احنا عندنا حقوق كنسالوها الوزارة باللغة العامية، بغينا نعرفوا هاد الأموال فين مشات. إذا مادام اتفاق تاع 26 أبريل 2011 نص على مجموعة من الحقوق وعطى مجموعة من الحقوق للفئات المهضومة حقها، يعني فئات المقصيين والمقصيات من خارج السلم على سبيل المثال الحصر، يعني ضايعين في خارج السلم من 2011، والفئة تاع زلزال 10 كذلك هي ضايعة في حقها بناء على اتفاق 14 يناير 2023، وكذلك فئة المتقاعدين، كذلك الفئة ديال المفروض عليهم التعاقد، كذلك فئة العرضيين، فئة ضحايا النظامين، حاملين الشهادات، فئة الدكاترة. كل شيء اللي مشيت رجعت لهذا الاتفاق راه تكلمنا عليه باش ما نطولوش والأغلب يعرفوا، كل شيء هي عبارة عن جمل إنشائية وما كانش شي حل نهائي. إذا الشغيلة أكيد ضرها خاطرها كيف ما ضرها خاطرها في 5 أكتوبر من تفاجأت بمبالغ مكتوبة للأطر إدارية بين قوسين وقالت فين حقي. أكيد أنها خرجت اليوم كذلك تقول فينا هو حقي من 22 مليار تاع الدرهم، يعني 2200 مليار سنتيم هذه اللي تخسرات على هذ الاتفاقين تاع 10 دجنبر والاتفاق ديال 26 دجنبر، والأستاذ باقين ملتزموش حتى بالاتفاقات باش يرجعوا له حقه. إذن هذه كانت وقفة للذات، ميساج للوزارة
وتفهم بأنها ستستدعي المعنيين بالأمر وتحل المشاكل. السنة غادة وحنا وصلنا ل 2024 وكننتظروا كما كتنتظر الأسرة المغربية الحل، وحنا كنلقاو باقة سياسة المراوغة وسياسة التضليل، وكما كنقولوا للأسف التضليل أخطر وأخطر وأخطر بكثير من القمع. أكيد نتمنى المقاربة القمعية اللي ما بقاتش صراحة، كل حاجة كنقولوها في بلاصتها، من ما كيكون شي حاجة راه كنقولوا ما كايناش. أنا لا نزيد على أحدا، يعني السلطة فعلا في المسيرة ديالو ما احترمت الإخوان الأخوات المحتجات، ما قرب لنا توا عشر رجال السلطة، ما أدوا توا واحد صراحة. يعني صراحة المقاربة القمعية ما كايناش، ولكن التضليل كاين. ومتى نقولوا التضليل، من كنطلق الراديو ونسمع برامج كلها تجيش على الأستاذ، وبرامج كتوصل لحوايج خاطئة على الأستاذ، وبرامج كتوصل بأن حلينا المشاكل وما خلينا ما خسرنا، وهاد الناس علاش كيقلبوا؟ حنا كنقولوا اليوم غادي نشرحوا لكم علاش كنقلبوا. إذا ما بغيتوش تفهموا علاش كتقلبوا ولا تتوهمون أنكم ما فاهمينش، غادي نشرحوا لكم بالخشيبات، ماشي مشكل. حنا أول حاجة كنقلبوا على حقوقنا اللي شرحتها دابا، يعني كاين اتفاقات ملزمة لكم، ما تقولش لي بأن هاد الاتفاقات ما عندكش بها علاقة وبأنها وقعتها حكومات أخرى. إذا كنتي فعلا غير ملزم بتطبيق مجموعة من الاتفاقات اللي وقعتها حكومات أخرى، راه كما قلت علاش كتطبق إجراءات اللي دارتها حكومات الأخرى، من الحكومة اقتطاعات، يعني الإجراء ديال الاقتطاعات راه دارته حكومة أخرى. إذا أنت هو ما تديروش، عجبك جاك وادك الحاجة الخايبة كتطبقها. صندوق المقاصة ياك حيدته حكومة أخرى، إوا شتي المغاربة تقهروا ياك، شتيهم تقهروا، شتيهم ولاو كيشريو المازوت ب 15 درهم 16 درهم، شتيهم بأن قرعة والماس ولاو كيشريوها، ها الما هذا الما ولاو كيشريو ب 7 دراهم ونص حتى 8 دراهم، قرعة ديال والماس بعد كانت ب 5 دراهم 5 دراهم ونص حتى 6 دراهم، شوف شحال تزادت. بلا ما نتكلم على مواد أخرى اللي نحشم أنني نقول الثمن اللي كانت فيه والثمن اللي ولات. إذا حان الوقت أن كان ممكن ترجع صندوق المقاصة ويهبط الأثمنة، ترجع الأثمنة الطبيعية ديالها عادي، وعطاوك الناس حلول وقالك ودي لا تنازلتي على 10% ديال الاستثمار غتحل جميع المشاكل تاع رجال التعليم، وخرجوا فنانة مشكورين وقالك ودي كون فرضتوا علينا الضريبة نعطيوها لهذا الأستاذ. علاش لحقاش ماشي تعطيها ليا انا؟ ربما نسولك غير سؤال، غير سؤال السيد الوزير، واش كون كان عندك بنتك ولا ولدك وصيفطتيهم لهذوك الفرعيات، هاد الفرعيات اللي قلنا هادو ذكرناهم ديك المره وكيتلاقاوني الاخوان تيقولوا واش هاد السميات كاينين؟ كنقول لهم كاينين، صيفطها تخدم في دوار المكمشين، راه كاين في اسفي ياك اقليم اسفي، وكان واحد الدوار سميتو دوار المكمشين، كون صيفطتي البنت تاعك وشوفها واش ممكن تخدم تما، شوفها واش ممكن تخدم فعلا في هذه المؤسسات اللي قلنا ديك المره، الزعيطرات ها المواوقه ها الهيال فها الفكارنا، راه بلا ما نذكروا الاسماء. ربما الاخوان كانوا كيستغربوا تلقاوني اليوم في المسيره كيقول لي استاذ واش فعلا كاين هذه الاسماء؟ كنقول لهم كاين كثار منا، صيفطها وشوف هذيك 1500 درهم اللي زدتينا على سنتين، شوف بنتك واش تقنع بها ياك. حنا كاملين مغاربه ما نزيدوش في المواطنه، واش فعلا بنتك غتقنع بهاد 1500 درهم؟ واش غتخلص ليها النقل باش كتنقل حتى لهاد المؤسسات اللي في الخلا وفي القفار؟ واش فعلا هاد 1500 درهم غادا تصايب بها الوثائق اللي مفروض انها تصايبها من المال الخاص تاعها؟ يعني كنطبعوا الجدادات من مالنا الخاص، ما كايناش في شي دوله. خصني تجيب بداية السنة نلقى المراجع تاع الأستاذ متوفرة، ماشي حشومة، على الأقل على الأقل واحد 15 سنة الأستاذ كنا كنشوفوه صراحة، كنا كنجيو كنلقاو المراجع تاع الأستاذ أول السنة، المرجع استعمال الزمان، دابا خصك تصايب كلشي من عندك، المراجع توفرهم نتايا، أنت سير شري المراجع تاعك أنت باش تشتغل، أدوات الإشتغال اللي توفرهم لك الوزارة كتشريهم انت من مالك الخاص، كيفاش هاد الاستاذ يخدم بلا قيد؟ راه كنا كنلقاو له قيد تاع البروفيسور كتلقاه محطوط، ماشي انا نخرج غير نشريه ما نلقاش، مدينه كلها ما كيتباعش اللي قيد،
اختي مشيت للرباط ونقلب في واحد المكتبه حكا راه كاينه في باب الحد في هذيك الزنايقه اللي تما ربما تلقى المرجع تاع الاستاذ. شوف المزاله، ولا ما لقاش واحد المرجع يولي يجتهد ولا يدخل الانترنت ممكن يتيري شي حاجه خاطئه. حتى واش نبقاو نلعبوا في بصير تاع التلامذ وتقولوا لنا كتغيروا على التلامذ؟ ناهيك ناهيك على الكريدي اللي باقي عند الاستاذ. الاستاذ راه باقي عنده الكريدي عند مول المكتبه، كيف ما الاسره المغربيه عندها الكريدي وباقا ما خلصاتش الكتب المدرسيه الى حد الساعه، وربما ولادها باقي حتى ما قراوش حتى درس ربما في بعض المواد، راه حتى الاستاذ عنده كريديات في المكتبه، حتى هو كتسالو الفوتوكوبي اللي كيطبعها كل سيمانه باش يخرج الجدادات، باش يخرج هذاك بروجي دو كلاس يطبعو حتى هو ويعلقو. هاد الاستاذ اللي كتزايدو عليه راه قبل ما يكون مدير مساعد، وكاين شي مؤسسات ما فيهمش مدير مساعد، راه هو اللي كيفرق المطعم على التلامذ وما دخلاش في المهام ديالو في الابتدائي، وكيفرق الكتوبه على التلامذ اللي كتعطيهم وما دخلاش في المهام ديالو باش ما يضيعوش هذوك ولاد الناس. اذا مجموعه من المهام ممكن تجاوزوها. اذا كاين شي حوايج حنا ماشي قلنا لكم في الصباح ديروها، كنوصلوا لكم الرساله من هنا لسبتمبر اوكي، من هنا لاكتوبر العام الماجي اوكي ممكن نعطيكم فرصه، ماشي اشكال. ماشي ايش كنقول لكم لا دابا، كاينش حوايج تؤجل، ولكن بينونا النيه بانكم فعلا غادي تغيروا هذا الشيء، باعلان بان الاستاذ ملي يكون قري التلامذ ما خصوش يلقى فاردايز من حداه ولا يلقى طوبه استاذ راه واحد الفاردايز كارثه، ومن يجي في الصباح يفتح يلقى الوثائق تاعهم كاملين كلاهم ليه الفار، قولوا لنا اوكي دابا نجيبوا شي دواء تاع الفيران ونحيدوا هذا المشكل ديال الفيران نقضيو عليه، اوكي نقولوا ماشي اشكال نتعاونوا معكم عليه. قسم كيقطر ماشي مشكل، كاين اقسام كثير صعيب تصلح اقسام كامله في لحظه واحده، ماشي قلنا لكم صلحوا لنا عاد ندخلوا، ممكن تجاوزوا كما تجاوزنا سنوات وصحتنا مشات لينا، ولكن اتفاقات هذه هادو راه اتفاقات. بالتالي من نقول لك انا ساعات اضافيه كنخدمهم فابور من 1984 زايدين لي 6 سوايع في الابتدائي والثانوي الاعدادي كذلك والثانوي التاهيلي زايدين لهم السوايع كذلك، وتقول لي تشاور مع مديريه المناهج وبان المناصب خصني 45000 منصب باش 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 نحيد لكم هاد السوايع، كنقول لك لا هادشي ما كاينش. الابتدائي بعدا ما خصك حتى منصب، حتى منصب ما خصك في الابتدائي. ابتدائي يكفي انك تحيد المواد التشويشيه، انا كنسميها المواد التشويشيه على المواد الاساسيه، مواد درتوها عبثا تشويش على المواد الاساسيه. من كنلقى انا لا ليكتور هي لا كلي دو لا لونغ ونلقاك مدخل معاها مواد اخرى، استاذ فرنسيه تا هو اللي قري النشاط العلمي وراك كيقري استاذ فرنسيه، حتى خديتي لي من المواد الاساسيه. ناهيك على المهارات الحياتيه وبروجي دو كلاس وهذه المواد اللي اذا ممكن تخفف بسرعه، ما تشاور لا مع مديريه المناهج ولا مديريه ديال علم الله، كل مره كتخرجوا لنا سميه هي بقات بالسميات المناهج، هذه مديريه المناهج اللي دير سبعه المقررات، لقى انا مقرر في هذه الجماعه ومقرر في جماعه اخرى، تلميذ كيمشي يشري كتاب تاع الرياضيات كيمشي على المدينه اللي حداه تيقول لي هذا الكتاب ما عندناش راه كاين في مدينه اخرى، والمدينه الاخرى ما فيهاش هذا الكتاب كيتباع، علاش ما توحدوش المقرر؟ واش هي هذا هو زعما التنوع ديال المناهج والمقررات هو البوابه للاصلاح. وبالتالي هاد الساعات الاضافيه في الابتدائي ما مكلفاش، خصك قرار تاخذوا قرار بان الاستاذ الابتدائي مكرفص سواء في المدينة سواء في البادية، وراه شرحتها شحال من مرة، اللي في البادية مكرفصينو بلا نافيت، هذا اللي عنده إمكانية لا نافيت كيمشي ساعة ونص تل ساعة ونص ثلاثة سوايع، أنا كنهضر على نفسي ثلاثة سوايع في النهار، وبالتالي ثلاثة سوايع زيد عليهم 30 ساعة زيد عليهم 18 ساعة ديال الإعداد، حسب شحال اللي كيقول لك أساتذة شابعين راحة، أجي أخويا ترتاح أنت نيت، وريني هذا الموظف اللي كيدي معاه الخدمة للدار، راه لك الحل الطلوبيلات تاعنا وتشوف 50 كتاب ديال التربيه التشكيليه و40 كتاب ديال الرياضيات و40 كتاب ديال الفرنسيه و30 دفتر ديال لا ديكتي و ليكريتور و40 دفتر ديال لي زيكزيرسيس و40 دفتر تاع البرودكسيون كريت و40 دفتر تاع
لا ما نعاود، مواد ومواد ومواد. الطوموبيله عندنا مشارجيه باش نجيو نصحوا في القسم، هذا التصحيح الهستيري اللي ما بغيتوش تحيدوه وما عطيت حتى نتيجه ايجابيه، وكتعرفوا بانه تعذيب وفي تعذيب للاستاذ، هاك تعذبوا الاستاذ، ولكن الهدف ديالكم هو تعذبوه. انا قلت لانكم ساديين تعشقون تعذيب الاخر، اي حاجه تعذب الاستاذ كديروها. اذا انت تجيو نحيدوا لك السوايع، تستغل هذه الفرصه ديال هذه الاضرابات ونحيدوا لك حنا السوايع، والله الا حيدناهم شكون انت؟ ياك حنا النقابيين اصدقاء ديالنا، وما اصلا ما كيتقاسموش معاك هذه المعاناه تاع السوايع، ما كيتقاسموش اصلا هذه المعاناه. وتا المدراء ومجموعه من الناس اللي كيفصلوا ويخيطوا في هذا الشيء ما كيتقاسموش معاك هذه المعاناه. اذا ما نحيدوش لك حنا التسويع، حنا كنقولوا لكم راه غتحيدوا ان شاء الله التسويع لانها حقنا، ما كنطلبوكمش. هادو ساعات كنخدموهم بشكل غير قانوني غيتحيدوا. سالينا مع الابتدائي، نجيو للاعدادي، الثانوي الاعدادي والثانوي التاهيلي. الثانوي الاعدادي والثانوي التاهيلي راه كاين مقررات للاستاذ ملي كيدخل هو كيتقاتل. واش استاذ تيدخل كيقول لك ما عرفتش نكمل الاستاذ المقررات العام ولا ما نكملش؟ واش هادي طريقه غادي نشتغلوا بها؟ استاذ متخوف، والاستاذ فرضوا مثلا دار سيرتيفيكا ميديكال مرض، وحنا عارفين ما كاينش الاستاذ الفائض لا يعوضو تمنيت، صوتا تكون عنده واحد شهرين ولا شهر عاد كتعوضوه، ماشي تغيب ساعه يتعوض هذاك النهار، ما تضيعش ساعه للتلميذ. ديك الساعه ما كتكونوش حريصين، ما كيخرجوش ديك الساعه جمعيه الاباء يقول لك راه وليداتنا ضايعين، وليداتنا باقي ما توصلوش بالكتب المدرسيه حتى نص اكتوبر وحتى الاواخر نوفمبر، ما كتسمعوش هذيك الساعه جمعيه الاباء، ما كتسمعوش جمعيه الاباء ديك الساعه من وليداتهم في كورونا كيقراو نهار نهار ما كيقراوش. قرار ديال وزاره التربيه الوطنيه، قرار ضيعت نص ساعه السنه للتلامذ وقال لك التعليم عن بعد، كنقراو نهار ونهار كيقول لك التعليم عن بعد، والدري ما عندوش الهاتف كما قلت، الاب ديالو ما عندوش الهاتف. وفي الثانوي التاهيلي التلاميذ كانوا كيقراو اسبوع واسبوع ما كيقراوش، ومشاو كيخدموا في هذاك الاسبوع اللي ما كانوش كيقراو كيخدموا ب 70 درهم النهار، وكيتلاقاوني تيقول لك استاذ هذا الاسبوع راه دبرت على راسي مصاريف، او التلميذ ولا عنده هاد لا نوسيون ديال الفلوس، اذا هذا كيدير يركز في قرايته، وبالتالي ولا كيقرا اسبوع وكيخدم اسبوع. مزيان هادشي كاين حتى في دول اخرى، ولكن هذا راه داق الفلوس، راح من جا داك الاسبوع ديال القرايه ولا كيقول لك استاذ نحضر على المواد ديال الجهاوي، مواد دوك المواد الاخرى ما نحضرش ليها، غنمشي نخدم. ها هو داق الفلوس. شتي الاثار تاع كورونا؟ ونفس الشيء بالنسبه للثانيه بكالوريا، كيحضر المواد العلميه والمواد الادبيه ما كيحضرش ليها، كيمشي يخدم. للاسف هذا الشيء كما كنقولوا شي امور غير مقبوله، وبالتالي حتى الساعات الاضافيه للثانوي التاهيلي والثانوي الاعدادي راه كنظن خص يكون قرار جريء للتخفيف من المناهج، ما تجرجرونا حتى شهر تسعود كما قلنا، تجيو تقولوا لنا الجفاف وما بقاش الماء في الروبيني وبدلوا علينا الموضوع، بدلوا الموضوع كما درتوها سنوات وما كتبدلوا الموضوع، شنو ربحنا؟ والو. ها هو الموضوع جا تتأجل الأزمة، راه الأزمة كتتفاقم. سالينا الساعات الإضافية، نجيو للتعويض على المخاطر اللي درتيها في هذا الاتفاق. إذا ما كتقولي التعويض على مخاطر مهنية، واش ما كاين لا أرقام تما، لا آلية تاع تفعيل هذا القرار، ما كاين والو، عنوان فقط. إذا ما نطولش، ربما جميع المناضلين والمناضلات راه على علم بالفحوى ديال هذا الاتفاق الاخير. الرساله اللي غادي نوصلوا للجميع هو اننا ما نسمعوش لهاد المثبطين، وما نسمعوش لهاد للاسف النقابات الموقعه اللي للاسف كان الدور ديالها هو انها تحمي المناضلين والمناضلات، في حين انها كتلقاها كتستعين باشباه الاداريين وكتحاول تضغط على الفئه الصامده والفئه اللي مآمنه بالحق ديالها. وهانتوما شتوهم، شتو الكم ديالهم، شتو العدد، وشتو المقاربه ديال النوع،
يعني يمكن نقول مقاربه النوع، يعني تحيه عاليه للمناضلات صراحه اللي ابنا على واحد الحس صراحه ما عمر شي قطاع ما شفنا هذا الشيء، عمرنا ما شفنا هذا الشيء صراحه بشي قطاع. ما كتلقى الاستاذات صراحه كيجيو 20 استاذه 30 استاذه كيجيو في سيارات متابعين مع بعضياتهم ومخليين وليداتهم ومخليين المهام ديالهم ايمانا منهم بالحق المشروع ديالهم وايمانا بانهم بانهم ما كيطلبوش صداقه من شي واحد. فقط للاسف هاد الدول اللي ما كتعطيش قيمه للتعليم كتولي تورك وتورك 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 وتحك على الضبره مصاب تاخذ حقك. هذا راه حقك، هذا ماشي مطلب جديد، هذا حقك واتفاق خصك تورك عليه باش يتحققوه. اذا كنأكد بان قطاع التعليم ماشي قطاع ديال التماطول وماشي القطاع ديال الهروب للامام وماشي قطاع ديال حلول ترقيعيه وماشي قطاع ديال استبعاد المعنيين من الامر من الحوار. اذا بغيتوا تحلوا المشاكل استدعيوا الفئات المعنيه كما استدعى وزير الصحه التنسيقيات، كما استدعى وزير الداخليه التنسيقيات، كما استدعوا وزراء استدعوا التنسيقيات. ولكن للاسف فلوس مشات، هي 22 مليار تاع الدرهم وباقى المشاكل قائمه وباقى الفئات واقفه. لحقاش ما مشيتوش للمكمن ديال الداء، مشيتو كتقلبوا على حلول ترقيعيه والسرطان كما قلت في تصريحات اخرى متفشي في الجسم التعليمي. اذا الحلم ديالنا ما تهرسوش لينا ان شاء الله. عندنا حلم ان المدرسه تبدل، ان المدرسه تغير، ان المدرسه هي البوابه للتغيير الاقتصادي، هي البوابه لتغيير جميع القطاعات المتواجده في المملكه المغربيه. لا تغير التعليم غيتغير كل شيء. وبالتالي اكيد ان هذا الزلزال التعليمي اللي وقع كنا كنقولوا غادي يكونوا استفدوا منه وغادي يعرفوا بان حان الوقت انهم يفكوا ملفات بملف. غادي تستدعي المعنيين وتشوف الضرر اللي عندهم وغادي تحل المشكل. وكما قلت لك هذيك الساعه لا بقى شي واحد في الميدان، هذيك الساعه من حقك توجه هذه الاتهامات المجانيه اللي كتروجها دابا في الاعلام. ممكن ديروا مناظرات، مستعدين نحضروا معكم المناظره يلا امام الراي العام وهذيك القنوات التلفزيونيه اللي كنخلصوا من الضرائب ديالنا. استدعيونا والمواطنين خليهم يحكموا. كل يوم اسيدي هاد الناس راه كيتفشوا فعلا، الناس راه ريوسهم قاصحين، خسرنا عليهم الفلوس وما خلينا ما خسرنا وما بغاش يرجعوا. اجيو واجهونا وحنا غنقولوا لكم، غنقول لكم ها الحقوق ديالنا، ها الاتفاقات، قلنا واش كاينه ولا ما كايناش، وممكن ديك الساعه نتفاوضوا. هذا هو التفاوض. ما كنقولوش لكم بان الفئات دايره لكم حجر عطره، لا، الفئات متشبته بحقوقها فقط. اذا كيف ما قلت المؤسسه التعليميه صراحه تئنوا وتتالم، وحان الوقت، حان الوقت ان الاسر المغربيه تفرح لهذا الشيء اللي كاين. تفرح لان ولدك ولا بنتك راه ديجا كما قلنا ما كانش كيقرا، ولدك ولا بنتك ديجا يعاني من كيجي وكيلقى راسو ما بقاش قادر يواكب. ولدك هذاك المتعطر ممكن تشرحي ليه تقولي لي يا ولدي راه توماس اديسون اللي صايب لينا المصباح راه جراو عليه من المدرسه في امريكا وجابوا لي ارسلوا رساله للام ديالو وقالوا ليها ولدك كتبوها، انا كنتكلمها باللغه العاميه باش يفهمني كل شيء. قالوا لها ولدك بليد، ولدك راسو قاصح، ولدك مكلخ، ولدك عينا من حاولوا معاه والو والو ما وصلنا معاه حتى نتيجه. هذه راه في الدول اللي كنقولوا دابا متقدمه، ولكن راه مده هذه ماشي دابا، ولكن الناس تستفيد. الوالده ديالو من شدات البرا راه كتقرا البرا وكتكبكي وكيسولوها انت مغالطه.
قال لي علاش ماما كتبكي؟ قالت لي يا ولدي راه هاد الاساتذه قالوا لك بان عندك واحد الذكاء خارق، بان عندك مواهب ما شافوها في حتى تلميذ، وراه حاولوا انهم يسيروا هاد الذكاء ديالك ويستعملوا طرق وبيداغوجيات خاصه معاك وما قدوش وفشلوا. داكشي علاش قال لك ولدي غتبقى في الدار وانا اللي غنقريك وانا اللي غادي نواكب معاك، وحاول تقرا بين قوسين التعلم الذاتي، تقرا راسك. هو فرح، وكان شي ام مغربيه يا يعني مسخوط الوالدين عقوبك، حتى الاساتذه عقوبك. انا قلت لك يا ولد الحرام راسك الحجره، انا قلت لك مقصح، انا قلت لك مكلخ، انا قلت لك وهذا تبدا تنسف في الدري وفعلا ما يقدرش يواكب، وهادشي اللي كيوقع. غير النقطه كنشوفوها عند التلميذ، كل شيء كيولي يشوف فيه مجرم. لا جاب ثلاثه مش عارف يقدر، قلت لك انتحر. شوف هاد الام، هاد الام يعني الام ديال توماس اديسون اللي بفضل ديالو كنضويو دابا بالبوله، كون ما كانش هو ما يكونش البولات، هي اللي كان عندها الفضل اننا ولينا كنضويو دابا، هي اللي شجعت ولدها. وباختصار القصه ممكن ترجعوا ليها، وفعلا نهار دار الاختراع ديالو الاول تاع المصباح، ودار تقريبا شي 240 اختراع و300 مره تقريبا، وكيفشل في التجارب ديال صنع المصباح، وكيضحكوا عليه، وبلا ما نعاود لكم الطريقه كيفاش جاتو الفكره. المهم باختصار هي ان الام تاعو كانت خير دائم، ومن ماتت الام ديالو مشى خدا ديك البرا من البلاكار ديال ماما عاد لقاها، وبدا كيقرا في البرا اللي رسلوا ليه النهار الاول، وبدا كيقراها وكيشوف فيها بان ولدك غنطردوه لانه بليد. تيقول ويلي ماما كذبت عليا، واش ماما ما وصلتش للحقيقه؟ اذا ماما تألمات في صمت، وباش ما نتألمش انا خلات الالم عند راسها باش انا نمشي للقدام. اذا نشوف الى اي درجه هاد الام ما قراتش، هاد الام راه ما داتش في المدارس الكبرى، ولكن عندها ما يسمى بالانسانيه اللي كيفتقدوها عديد من المسؤولين هنايا في البلاد. اذا بالتالي الرساله واضحه، راه عدد كبير من التلامذ ومن الوليدات ما لاقينش المكان الطبيعي ديالهم في هذه المدرسه، عدد كبير من التلامذ ما كيقدروش يواكبوا، ماشي لحقاش هما ما قدوش يواكبوا، لحقاش نجحناهم هما مثلا ممكن يعاود سنه ويستافد. ما تقولش لي نجح 95% ولا نجح 90% باش يخلي البلاصه لواحد اخر. اذا هذه الخريطه المدرسيه خرجات على اولاد الناس، صافي كان التلميذ متعثر كيعاود سنه، ماشي حنا كنقول للمدير لا ما تكررش، والاستاذ باغي يكرر العشرة تاع التلامذ ولا 15 ونفرضوا الحكا، لا راه خص النسبه، راه لا سقطتيهم غتجيك اللجنه، لا سقطتي التلامذ غتجيك اللجنه وغادي تقلب وتقول لك انت ما خدامش. وفي حين هذه شحال ما كانش هادشي، كان الاستاذ هو كيمشي، انا كنهضر على نفسي، انا في تحضيري والوالد ديالي مشى وصى الاستاذه ديالي في تحضيري، هو راه استاذ، وقال لي عفاك سقطي في تحضيري من الاحسن باش يستافد. كان كتعرف الناس القيمه ديال التكرار، انك ما تكررت سنه كتستافد، خصوصا السنه الاولى ابتدائي يعني لا باز، لانه اذا اردت ان تبني عاليا يجب ان تحفر بشكل عميق. كل ما بغيتي تبني بشكل عالي يعني على الاقل تبني واحد 30 طابق خصك تزيد تحفر بزاف، بغيتي تبني طابقين تحفر شويه. إذن واش حنا بغينا نطلعوا بالبلاد ونبنيوها، ولا بغينا نديبانيو هكا 1500 درهم دخل القاسم سد فمك؟ اجد كل شيء تعليم تصلحو، اجد كل شيء جوده، اجد كل سميه المدارس باغي نبدلوهم باش يفتحوا شهيه للتلميذ. اكيد خصهم يتبدلوا هاد السميات. شي انا واحد مثلا كيسمي الولد ديالو مثلا بوعزه، بوعزه راه عادي، سميه بوعزه عاديه مقبوله، ولكن الدراري راه كيتعقد، لحقاش كانت واحد الوقت دابا ما بقاتش ما تسايرش هاد السميه، يا راه ابو العزه مزيان، ولكن الحموله المجتمعيه ديالها راه شويه غير مقبوله، التلميذ كتعقده كل ما الاستاذ غير دار لابيل كيحس بواحد الخنجر في القلب ديالو، وبداو يضحكوا عليه الزملاء ديالو، وابو عزه وابو عزه.
بالتالي واش نعقد ولادنا؟ ما يمكنش. اذا نفس الشيء اسماء المؤسسات اللي ذكرت لكم راه عادي عادي خصها تبدل. اوكي خصها تبدل. كاين اسماء تاع العلماء تاع الاطباء تاع المبتكرين تاع المخترعين، كاين تاع الرياضيين، كاين تاع الفنانه، كاين الحمد لله اسماء تاع الناجحين. من يدخل المؤسسه يلقى شي اسم زوين. وتا اسماء الاحياء تا هي لما لا؟ يمكنش انا مثلا نمشي لواحد الحي نلقى دوار الحنشه، ما يمكنش. عادي ممكن يتبدل عادي. البنت تتمشي غير تخطب كتكتب على الخطيب تاعها فين ساكنه، لا انا ساكنه في كينيتخا. اش من بلاصه في كينيتخا؟ ما تقدرش قاعد تقول لي دوار الحنشه، وتقول لي دوار الحنشه كما قالوا روايدو ما يدوروش. كتعقدوا يا صاحبي الناس من كل شيء. هو واحد دار سميه هو معقد، وحده مسكينه ما ولاتش كاع بغات تخطب تسميه مكرهاها. وبالتالي هاد الامور صراحه ما كنقدوش ندوزوا احنا عادي، قاش ما غير مقبوله. وبالتالي كما قلنا كاين شي حوايج اللي حان الوقت ان الاسره المغربيه تعرفها، تعرف بان ولدها راه كان كيعاني من مجموعه من المشاكل، وكيجي عندها وكيقول لها البوله ماما شعلات وهي ما كتسمعوش. راه ذكرتها، راه ذكرتها وعاودتها. راه لا يعقل انني نمشي للمواد العلميه ونديرها بفرنسيه في لحظه واحده وما نخليش التلميذ يواكب. لا يعقل انني ندير ثلاثه لغات في القسم الاول، هادشي ما نكروش ذكرتهم. اذا المشاكل شويه كتكرر، ما بقاتش مقبوله. اذا كنظن بان غدا تكون حلقات اخرى كما قلنا ان شاء الله. كل مره غادي نغطي واحد الجانب من الجوانب ديال المعاناه تاع التلميذ وكذلك ديال الاستاذ. كنقولوا حاجه واحده بان المسيره التاريخيه اللي الحمد لله عرفت واحد النجاح باهر ستتكرر ان شاء الله ان لم تستوعب الوزاره الدرس. هاد اللحمه وهاد الوحده اللي حاولوا يحاربوها الجميع انها ما تكونش، اكيد ستستمر ان شاء الله بين جميع المكونات. لا استوعبات الوزاره الدرس واستحضرات المنطق ديال الحوار مع المعنيين، اكيد اننا غادي نكون اليد ديالنا ممدوده لحل هاد المشاكل. والهم ديالنا هم واحد، راه كي كنهزوا الهم لهذوك الوليدات اللي ربما كينتظروا الفرصه ان هذا المشكل تحل ونبداو سنه اخرى بظروف اخرى بشروط اخرى. ولا كان شي حوايج تاجل ناجلوها، ممكن نشتغلوا عليها من بعد، ولكن الحقوق تاع الناس ترجع لها. وتحيه نضاليه للجميع، وتحيه صمود للجميع المناضلين صراحه اللي قطعوا مسافات ومسافات. انا من يوم متارودات زاكوره طاطا شدوا الليل كامل في هذا البرد وفي هذا السم ديال البرد، ماشي غير البرد. الرساله موجهه كذلك لهذوك الناس اللي ما حاضرينش، نحشم نقول لهم متخاذلين، نحشم نقول لهم بانكم خذلتوا الزملاء تاعكم. ولكن فقط نوجه لهم واحد الرساله بان الحيله ما كايناش مع الله. كن اكيد ان الحق تاعك لما خديتيش بالنضال ما غيباركش فيه الله. كن اكيد انك من جالس في القسم وشاد كالكلاتريس وكتحسب شحال غيتزادك، كن اكيد داكشي كامل اللي يتزادك ما يباركش فيه الله، لان الله ما معاهش الحيله. وهادوك اللي ضربوا الطريق وضربوا كيلومترات باش يجيبوا لك حقك، كن اكيد غيبارك لهم الله في وليداتهم اللي خلاهم وجاو، يبارك لهم الله في بنيتهم ويبارك لهم الله في وليداتهم، لان منيه كيربح. العنوان ديال المرحله من بدا كاس العالم هو منيه كيربح، منيه كيربح. حنا نيتنا حسنه والحمد لله نجحات المسيره رغم كيد الكائدين ورغم محاربه الشامتين ومحاربه الموقعين، وللاسف نجحت الحمد لله. لقاش نيتنا حسنه، ماشي على شي حاجه، نيتنا حسنه ومنيه غادي يربح. وحنا ما جايينش نربحوكم، حنا جايين ناخذوا حقوقنا، حقوقنا ان شاء الله ما نتراجعوش عليها. وتحيه نضاليه للجميع. جينا اليوم من المسيره مباشره لهنا، كنعتذروا للاخوان.